اولا لازم يعني اهني رابطه النقاد الصحفيين بالمكتب التنفيذي الجديد بقوام الجديد، وانت زي ما انت شايف الاستاذ حسن خلف الله رئيس المكتب التنفيذي والزملاء سواء النائب او امين صندوق او فريق العمل اللي هو دخلوا مع بعض انتخابات وخاضوا انتخابات بشكل محترم ونجحوا النهارده. عندهم هدف، عندهم طموح عايزين يحققوه، عندهم طاقه عايزين يغيروا الشكل العام، وهو ده الجميل فيه اللي احنا لسه كنا بنقوله واحنا قاعدين في القعده. في اجيال بقى بتسلم بعض بجد بشكل محترم. النهارده كان في عندك قامات في النقد الرياضي، النهارده في اجيال بتستلم من القامات الموجوده دي، وهي دي سنه الحياه. طب ازاي يبقى في تعاون؟ خلينا نتفق دايما زي ما احنا قلنا، النهارده الاعلام الرياضي بقى اهم في الشارع المصري والساحه العربيه والساحه الافريقيه. الاعلام الرياضي بقى مهم جدا جدا جدا، فاذا ما كانش انت النهارده في تعاون بينك وبين الصحافه الرياضيه بشكل عام، الصحافه الرياضيه النهارده بتاثر على اجيال كامله طالعه بتخدم بلدها. ازاي انت النهارده دورك كمهم كراجل صحفي ازاي توصل المعلومه للولد الصغير، وخصوصا انت النهارده المتابع للصحافه الرياضيه مش سن، انت بتتابع الصحافه الرياضيه من الاطفال الصغيرين عشان خاطر الحركه اللي احنا شايفينها، وبتابعوا الماتشات محمد صلاح، يتابعوا الرموز الرياضيه الاهلي الزمالك. اذا كان انت النهارده ما استغلتش الاجيال الصغيره دي، وازاي تبقى في نشأة عنده ثقافة رياضية محترمة، عنده ثقافة ازاي يحب بلده، ازاي يحب ناديه، ازاي ينتمي، دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. عشان كده النهاردة احنا على طول بنمد ايدينا رابطة النقاد الصحفيين، لان عليها دور مهم جدا، والنادي الاهلي طبعا كأكبر مؤسسة رياضية برضو عليه عامل ودور مهم جدا. ازاي يبقى في تنسيق بيننا وبين رابطة النقاد الصحفيين، اللي انا اسهل للصحفي اللي موجود، وخصوصا النهارده عندك الصحافة بقت الالكترونية والسوشيال ميديا بقت في رتم سريع جدا، الصحفيين بقوا كتار جدا، كلهم شباب في يعني في مقتبل العمر زي ما بيقولوا، كلهم متحمسين، كلهم عايزين يحصلوا على المعلومه. النهارده الصحفي شغلته المعلومه، شغلته المصدر، بس ازاي النهارده تخلق نوع من الاحترام بين الصحفي وبين المصدر؟ ازاي تخلق نوع من الاحترام بين الصحفي والحياديه في المهنيه، واللي هو يقول الراي المحترم او بينقد النقد المحترم اللي فعلا بيبقى فيه نوع من البناء؟ وازاي النهارده نخرج بقى نخش في حته ثانيه خالص، اللي هي التبجح او قله الادب او الاسقاط، اللي هو ملاش له هدف الا التشويه او التجريح. فطبعا انا سعيد جدا بكلام الاستاذ حسن خلف الله النهارده اللي قاله، سعيد جدا بالزملاء كلهم الرابطه اللي قالوا النهارده، برضه عشان كابتن الخطيب موجود النهارده حكى لهم برضه مواقف ازاي النهارده من نقد اتنقدوا في بدايه عمره وهو بيلعب كوره من اكبر قامات اعلاميه، الاستاذ حسن المستكاوي والاستاذ مجيد نعمان، حولته النهارده ازاي اللي هو بقى كابتن محمود الخطيب. فازاي يعني الصحفي النهارده عارف كويس قوي الكلمه اللي بتقولها، انت ممكن تخليني النهارده احسن مدير في الدنيا كلها، وممكن تخليني النهارده فاشل، ازاي تنقدني اللي انا اتحرك، ازاي تنقدني اللي انا ما يجيليش احباط، هي ده اللي احنا بنتكلم فيه بدون تجريح. فطبعا النقد ده مهم جدا، النقد الرياضي ده مهم جدا، الاعلام مهم جدا جدا. وهرجع اقول تاني، الاعلام الرياضي مستحوذ على 90% من الشارع المصري، 90% من مختلف الاعمار السنيه، لازم يبقى احنا كلنا متجهين في هذا الاتجاه، سواء انديه عندها دور مهم جدا ودور مؤسسي في يعني هقول ايه، انت بتزرع في وسط اجيال طالعه جديده ازاي الانتماء، ازاي يحب بلده وازاي يحب ناديه، وفي نفس الوقت الصحفي هو الوسيله زي المدرس في المدرسه، زي المدرب في النادي، هو الوسيله اللي هتوصل للعقل بقى، عقل الطفل ده وعقل الشاب دوت، ازاي يبقى عنده انتماء لناديه، عنده انتماء لبلده، فربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. طبعا هي دعوه كريمه من النادي الاهلي، بنشكر المسؤولين عليها ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، ان هو كان في انتظارنا ودعانا واحنا لبينا الدعوه، وبنشكرهم على هذه اللفته الطيبه. طبعا ان شاء الله دي بعتبرها بدايه طيبه لتعاون مثمر، وتعاون هيكون في الفتره الجايه على اعلى مستوى. النادي الاهلي مؤسسه محترمه، مؤسسة عظيمة الناس كلها بتفخر بيها، وواجهة محترمة للرياضة المصرية، وبالتالي هي حريصة ان تكون صورتها في الاعلام صورة مشرفة. سعوا ان هم يدعونا للقاء محترم، بنشكرهم عليه، وبداية تعاون مثمر. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، لان الاعلام لا ينفصل عن المؤسسات الرياضية. فالمطلوب في الفترة الجاية نتعاون عشان نضبط الاداء شوية، نضبط اداء الاعلام، لان حتى لو في سوء فهم
نحاول نصلحه بشكل محترم، ما يكونش المسألة احنا في جزر منعزلة عن بعض، لابد ان احنا نقرب ونتقارب ونتعاون عشان في النهاية الصورة هتبقى جيدة للرياضة المصرية بشكل عام مش للإعلام ولا للمؤسسات. فالصورة دي مطلوبة والتقارب مطلوب، وانا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكر الكابتن محمود الخطيب، كل المسؤولين في النادي، كل زملائنا الإعلاميين اللي بيقوموا بدور محترم في النادي الأهلي. احنا في ظهر، نتمنى يكون معانا، نتمنى نقدم صورة محترمة في الفترة المقبلة ان شاء الله. عندنا رغبة، عندنا حماس، وهنقدم وهنشتغل بشكل كويس جدا ان شاء الله. وابرز مدار ان تأكيد النادي الأهلي ورغبته على التعاون مع رابطة النقاد الرياضيين او الصحفيين الرياضيين، لاننا بنمثل زمايلنا قبل ما بنتعامل مع نفسنا. فمدام زمايلنا او زملائنا في الاعلام الرياضي او في الصحفيين الرياضيين هيتعاملوا وهيجدوا التعاون المستمر، ده امر جيد جدا، وهو ده اللي بنسعى من خلاله. فانا شايف ان المدير او مدار اليوم ان ادارة النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب تكلم بصراحة ان هو مدد ايده للتعاون، هيكون في الفترة الجاية ان شاء الله الاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون والتفاهم بين ادارة النادي وادارة الرابطة، هيكون في عمل مثمر، هيكون في محاولة لضبط الامور بشكل جيد حتى لا يحدث اضطراب في التعامل بين الاهلي والصحفيين الرياضيين. هو ده اللي كان مثمر في هذه الجلسة، هو ده روح التعاون اللي كانت ظاهرة من كل المسؤولين في النادي الاهلي. واعتقد دي مش اول لقاء، دي بداية، الفترة الجاية هنتعاون بشكل كويس في كثير من الأشياء الجيدة اللي هتساعد زملائنا في أداء عملهم بشكل جيد داخل النادي الأهلي. هنبعد عن الخلافات والمشاكل، هنمد إيدنا للتعاون، تصحيح الأوضاع، يبقى في تعاون، حتى لو في أي سوء فهم في أي شيء نحاول نصلحه، نحاول نكون همزة وصل بين زملائنا وبين مجلس إدارة النادي الأهلي. والنادي الأهلي أبدى بشكل جيد استعداده، فهذه الروح الطيبة وهذا التقدير والاحترام لابد أن يقابل بمثله، وهو ده اللي هنشتغل عليه في الفترة الجاية. هو في طبعا بعض الأشياء اللي بتكون خارجة عن النطاق المألوف في الصحافة، وده أمر وارد وأمر شرعي، بس عشان نتجاوز هذه الأشياء أو نقدر نساعد في ضبط هذا الأداء الصحفي، يعني الأداء الإعلامي ليه ناس بتضبطه وفي هيئة وطنية للإعلام بتتعامل، لكن الأداء الصحفي إحنا قدرنا أن إحنا نحاول نضبط هذه المنظومة بشكل جيد. فعشان نأدي دورنا بشكل جيد لازم إن شاء الله في الفترة الجاية قنوات الاتصال اللي هتتفتح هتقلل من ذلك، هتقلل في توفير تسهيل وصول المعلومة بشكل صحيح، أو نقدر نساعد زملائنا أن هم برضو ما يتلقوش المعلومة غير من مصدرها الصحيح. كل ده هيتأتى إما يحسوا أو يشعر الصحفي أن في رابطة قوية واقفة في ظهره بتحميه، بتحافظ عليه، بتحافظ على حقوقه، بتحاول تحميه مهنيا، وبتحاول تحفظ كرامته في التعامل مع الأندية والمؤسسات الصحفية. وفي نفس الوقت ما يلاقي تعاون من المؤسسة الصحفية هيقدر أن هو يكون حذر وهينتمي وهيمشي في الإطار الجماعي اللي كنا هنبنيه في الفترة الجاية من خلال إن شاء الله يكون في لائحة داخلية للرابطة هنحاول نعدها بشكل جيد، لن نسمح بأن نقلل من قيمتنا ولن نسمح للآخر أن يقلل منا. فبالتالي هو ده اللي هنشتغل عليه في الفترة الجاية، وأعتقد ده هيقلل تدريجيا مع الوقت كل هذه الأشياء أو الصعوبات أو بعض المعلومات الخاطئة اللي بيتم نشرها دون التحقق منها.